اسمح لنا بسرعة يا استاذ. نقزتني يفضل عينك. سمعتني؟ طبعا سمعتها. طيب شلون؟ بدك تطري لي حالك شوي، طالع مثل مذيعين الاخبار شقفة وحدة. لك حاجة تطفي سجايرك بالحيط، قلت لك 100 مرة. حقك على راسي. كمان البرنامج ما بيتحمل تقلبها مسخرة. لك ما عم اقول لك تقلبها مسخرة، لحلها شوي. الناس بتحب المذيع يعمل جو، افتح لها شريك، افتح لها. مقدم، اسمه مقدم، حاج تقول مذيع. بعدين الكلام اللي عم تقوله بيزبط ببرنامج الصباحي تبع الفلك واخبار الفن وطق الحناك، مو ببرنامج عن السينما. هلا المهم الف مبروك، ما بدي نزعلك فرحتك. بهالمناسبة عازمك على سهرة غير شكل. لا 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 لا، سهرة شو؟ هلا نطلب أكل لهون. يا زلمة من وقت ما خطبت ما صرت أنا أكل سهرة. إذا بدك بحكي معها بلكي بتعطيك إذن. هلا بلا غلاصتك، أنا ما عاد إلي خلاق ضجة وناس وصوت موسيقى. يا زلمة قوم منتسلى، ولا الخوف قطاع الجوف. إذا من هلا هيك عم تساوي معك، بكرة بس تتجوزوا إذا بتصرخ فيك صوت بتخليك تبلعط بأرضك. لك قوم. قلت لك منطلب أكل لهون. ماشي يا حبيبتي، ماشي ماشي يا عمر. يا أنتي روحي نامي، أنا بدي فوت نام كمان. ايه يلا تصبح على خير. تصبح على خير حبيبي، باي. شو نيمتها؟ نيمتها. لك ما بحب الكذب يا زلمة. ايه اعطينا شوت خلي يعدل مزاجه. اركود شايف لك. ليش ما عم ترد علي؟ وينك؟ كنت بالحمام والله وما لحقته. بالحمام؟ ايه بالحمام. يعني انت بالبيت؟ طبعا بالبيت، يعني وين بدي اكون؟ ليش ما عم ترد على الارض لكان؟ انت مالك بالبيت؟ ما وينك سامي؟ جلال اجى لعندي فجاه هيك وصار ينقي لحتى نزلني على قهوه. قاعدين عم نشرب شاي وعم نركي قهوه. سامي لك ايه قهوه هون جنب البيت. بدك صور لك وابعث لك نحن وين بالواتساب لحتى تصدقي. لا افتح سكايب خليني اشوف انت وين. منى شو صار لك؟ معقوله ما عم تصدقيني؟ افتح سكايب اخي، معلش خدني على قد عقلي وافتح سكايب وورجيني انت وين. منى سامي افتح سكايب خليني اشوف انت وين. وينك انت سهراني نبار انت وجلال؟ ما طب خليني احكي شوي. لا تحكي شيء، لا تحكي، خلص روح كفي سهرتك مع جلال. وانتوا قاعدين انتوا وبنات؟ ما لك منى شو صار لك؟ معلش تهدي وتسمعيني شوي. اسمعيني بس. ما بدي اسمع شيء ولا شيء. يلا روح روح انقلع. يا الله على هالقصة.